حول الذكرى العشرين على غزو العراق، مشاهدينا ينضم معنا أستاذ العلوم السياسية البروفيسور نديم الجابري. أهلا ومرحبا بك بروفيسور. نبدأ من هذا الموضوع، 20 عام على غزو العراق، هذه الحرب التي عنونت بأنها لنشر الديمقراطية، إذن اليوم ماذا تحول؟ كيف هي الديمقراطية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد مضي 20 عاما على احتلال العراق، لابد من وقفة لتقييم هذه المرحلة الطويلة، وخصوصا أن هذه المرحلة زعمت فيها قوات الاحتلال أنها قادمة إلى العراق من أجل نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا المشروع اللي ادعت قوات الاحتلال أنها قادمة من أجله، هنالك ما يفنده من حيث التأسيس. يعني لا يمكن أن تكون قوات الاحتلال جادة في نشر الديمقراطية في العراق وهي تأخذ بدولة المكونات. نعم. من يريد أن يؤسس لديمقراطية في أي بلد لابد أن يأخذ بفلسفة المواطنة وليس فلسفة المكونات، لأن فلسفة المكونات تستلزم الظلم الاجتماعي، الناس غير متساوين في دولة المكونات، لكن دولة المواطنين هي دولة فيها مساواة بين كافة المواطنين. هذا واحد. ثانيا، الديمقراطية لو كانت حقيقة الولايات المتحدة ساعية لنشرها في العراق لكان سلمت الحكم إلى المعادل البشري الديمقراطي، يعني الناس اللي تؤمن بالديمقراطية وتتعاطى معها بشكل سليم. بينما نلاحظ أن الولايات المتحدة سلمت الحكم إلى الأحزاب الإسلامية بشقيها الشيعي والسني، وهذه الأحزاب أصلا لا تؤمن بخيار الديمقراطية لا من حيث الفلسفة ولا من حيث الحقوق التي تترتب عليها. وبالتالي هذا يجعلنا نشك في مشروع الديمقراطية في العراق، بل أن الإسلام السياسي في العراق كان يؤمن بولاية الفقيه، وربما لولا الضغط الأمريكي كان ممكن أن يأخذ بهذا النموذج وليس بالنموذج الديمقراطي. الديمقراطية في العراق يعني بلد محكوم بالاستبداد منذ أكثر من 7000 سنة، لا يمكن أن تبنى به ديمقراطية من أعلى، كان يفترض أن تبنى به ديمقراطية من أسفل، يعني نبدأ بمؤسسات المجتمع المدني، بالجامعات، بمؤسسات أخرى، ولا نبدأ بشكل مباشر بمجلس تشريعي وحكومات منتخبة وما شابه ذلك. كان يفترض أن يكون هنالك تدريب على الديمقراطية، ولذلك تلاحظين حتى القوى السياسية اللي استلمت الحكم تعمل جاهدة لإفراغ الديمقراطية من محتواها، يعني هنالك تحكم واضح بنتائج الانتخابات سواء عن طريق الكادر البشري أو عن طريق قوانين الانتخابات المتكررة. وإحنا نعتبر قوانين الانتخابات المتكررة هي طريقة من طرق تزييف الإرادة العامة، لأن الانتخابات كل سنة معناها أكو أحزاب تريد تفصل القانون على مزاجها في كل سنة. لذلك يعني هنالك شك في المشروع الأمريكي في العراق، ولا أعتقد أنها ساعية إلى إقامة ديمقراطية حقيقية في العراق. طيب، هذا المشروع دكتور نديم الذي ما زالت آثاره السلبية شاخصة إلى الآن على العراق والعراقيين، وكما ذكرت بحكومات مكوناتية ولا تمت للديمقراطية بصلة، إذن بعد كل هذه السنوات وخروج تقارير أمريكية في هذه الفترة تدين الغزو الأمريكي وتصفه للاستيلاء على النفط، لا محاربة أسلحة الدمار الشامل ولا موضوع نشر الديمقراطية،
لماذا لا يحاسب مسؤولو هذه الحرب؟ يعني هذه الاعترافات الأخيرة اعترافات كثيرة ومتعددة، بدأت تعترف بأن غزو العراق أسس على معلومات مضللة، وقصة أسلحة الدمار الشامل ما كان لها صحة، وصلة العراق بالقاعدة وأحداث سبتمبر ليس لها صلة وما شابه ذلك، وصار اعترافات من قادة بريطانيين وقادة أمريكان. أما التساؤل اللي حضرتك تطرحه أنه لماذا لا يتم محاسبة من غزا العراق؟ هذا الحقيقة يعتمد على الدبلوماسية العراقية. هناك قصور في السياسات الحكومية العراقية المتعاقبة. يعني أكو ألفت نظرك إلى مسألة جدا مهمة. لم تتحرك عليها أي حكومة عراقية. هي فترة الغزو إلى فترة الغزو ما تمت بموافقة مجلس الأمن. وبعد حين صدر قرار من مجلس الأمن بعد الغزو وصف القوات الغازية بأنها قوات احتلال حتى يرتب عليها مسؤولية قانونية إزاء البلد المحتل. هذه الفترة تتحمل قوات الاحتلال تعويضات عن كل الأضرار التي حدثت في العراق، لأنه كان احتلال ما مفوض من مجلس الأمن الدولي. هذه الفترة الحقيقة لم تعمل الحكومات العراقية ولا الدبلوماسية العراقية على استحصال حقوق العراق اللي دمرت خلال الفترة الأولى من الاحتلال. أما قصة الاعترافات الكبرى بالتضليل اللي حصل من أجل غزو العراق، أعتقد الحكومات العراقية ما راح تسعى بهذا المجال، مفهومة لأنه عندها موقف من النظام السابق، وأعتقد هي مخطئة في هذا التوجه. حتى وإن كان لهم موقف من النظام السابق، كان عليهم أن يسعوا لمحاسبة المسؤولين عن غزو العراق، على الأقل للضغط عليهم من أجل تأسيس صندوق لإعادة إعمار العراق أو تعويض العراق عن الأضرار التي ألحقت به جراء الاحتلال. يعني لازم يكون تفكير الحكومات تفكير بعيد المدى، لا يكون قاصر بهذه الطريقة. طيب دكتور نديم، أول أمس صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على منع تفويض الحرب على العراق، برأيك هل هذا كافي لتكفير الأخطاء؟ يعني هذا هو قرار اللي صدر من الولايات المتحدة بتحريم الحرب على العراق أو منع حظر الحرب على العراق، هو قرار غريب. يعني العراق تم غزوه عام 2003 وتم الاعتداء عليه عام 1991. يعني الحرب انتهت يعني في 2003. يعني أنا حقيقة أستغرب من وجود مثل هذا القرار، ويخلي المفروض نبحث في خلفية هذا القرار ودوافع هذا القرار، لأنه قرار غريب حقيقة، بعيد عن الواقع، بعيد عن المقاييس القانونية وبعيد عن المقاييس الدولية. وذلك هذا القرار يجب أن يبحث، يعني على العراق أن يبحث في خلفية هذا القرار. شنو معنى اليوم يصدر المجلس التشريعي الأمريكي قرار بإيقاف أو الحرب على العراق؟ هل أنه العراق كان هدفا للحرب طوال هذه السنوات؟ يعني هذه تساؤلات يجب أن تطرح على الساسة الأمريكان، وكان يفترض أن الحكومة العراقية تتحرك وتطلب تفسير من السفارة الأمريكية في بغداد، ما جدوى هذا القرار، ما معنى هذا القرار، ما مديات هذا القرار، ولماذا في هذا التوقيت ماذا تريدون من العراق؟ هذه كان يفترض أن يتم التحرك. نعم وهذا التوقيت أحسنتم. نعم. إذن دكتور، دور الفاعل العراقي اليوم في الأزمات المتتالية ليس بموضوع محاسبة كما قلنا المسؤولين عن غزو العراق، لكن ما حدث بعد الغزو، ما هي مسؤوليتهم إزاء الإخفاقات المتراكمة على مدى 20 عام؟
يعني أكو مسؤولية الحقيقة يعني تترتب على كل مسؤول أخل بواجباته أو أساء استخدام السلطة الممنوحة له، وهذه قضية داخلية يفترض أن تحدث مراجعة في الداخل العراقي تقوم بها القوى الوطنية، تراجع المشهد السياسي وتراجع على الأقل ظاهرة الفساد اللي استشرت في العراق وأصبحت ظاهرة عامة ومقبولة وتطرح بشكل علني وما عادت ممارسة مخفية. لذلك هذه تحتاج إلى يعني وقفة يعني داخل المنظومة السياسية العراقية، وممكن أن يكون جانب منعتها يدخل الجانب الدولي لاسترداد الأموال اللي هربت خارج العراق. فأكو مسؤولية التقصير وأكو مسؤولية الفساد وأكو مسؤولية سوء استخدام السلطة، كل واحدة لها حيثيات في التعاطي. هذا يعني أعتقد عندما نتجه نحو البناء السليم أعتقد هذه الخطوة ستكون من الخطوات اللي تتبع حينها. نعم، حوار مثمر ولا يمل من بروفيسور نديم الجابري، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.